واحد بيقول ما هو دور قداستكم ودور الكنيسة والمجمع المقدس في القضاء على السلبيات التي توجد في بعض الآباء الكهنة، وهذا العمل ينتج عنه أشياء كثيرة غير محسوبة. إحنا علينا أن ننصح، لكن ليس علينا أن نرغم. فننصح الآباء أنهم ما يغلطوش، وننذرهم بأن أخطائهم بتبقى عثرة أمام الناس، لكن لا نستطيع أن نرغمهم. إنما ممكن أن نقوي حياتهم الروحية بكافة الطرق، لكن برضو لا نرغمهم على الخير، لأن حتى ربنا لم يرغم تلاميذه على عدم الخطأ. فمنهم من أخطأ أثناء صلبه، وممكن من أخطأ في عدم الإيمان بقيامته، وممكن من كان يحارب من يكون الكبير بينهم. والمسيح قال لهم لا يكون فيكم هذا، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون رئيسا فليكن خادما للكل. لكن برضو لم يرغمهم على أن الفكر لا يأتيهم، وإلا يبقى ربنا بقى جعل الإنسان مسير نحو الخير.